يلا يا جدعان نودي الكلام في داهية. النهارده هنعمل ايه؟ النهارده عايز اجرب حارس يقال ان هو من افضل الحراس. هو مين اللي يقال او مين اللي قال؟ معرفش يعني، بس هو بيقال ان هو من افضل الحراس. فاحنا في الفيديو ده نبتدي نجرب كده شويه لعيبه توتي من اللي انت هتقول لي عليها في الكومنتات، واللي انا اقدر اجيبها او اشتريها بسهوله. يعني محدش مثلا يقول لي اشتري لك لاعب ب 200 مليون مثلا وجربه. لا لا يا ضحكوا، لا يا ضحكوا، مش هنجرب. بس احنا هنجرب النهارده الحارس اللذيذ بتاعنا ده، اسمه شيزني. شيزني يا ترى هيغيظني ولا لا؟ يعني شيزني يا رب ما يغيظني، يا رب ما يغيظني. انا هجربه ونشوف ايه دنيته. حتى اشيل لك مارتينيز يا عم من التشكيله عشان ما تزعلش، عشان ما تتجمص. تبقى شيزني كده وموجود والروان بتاعك حلو تمام. انت طويل حتى 165 سم. الناس بتقول عليك شديد من بولندا وبتلعب في يوفنتوس، يعني فاهم؟ انت بتلعب فريق مش سهل، بتلعب في فريق مش سهل يا شيزني تمام. فيلا بينا نخش نودي الكلام في داهيه. يلا بينا. اللي ما اشتركش يا جدعان اشترك في القناه. يا جدعان اللي ما اشتركش اشترك، مش كل فيديو هفضل افكر يا جدعان. انا لازم اقول كل فيديو، يوتيوب بيقول لي كده لازم تقول كل فيديو عشان الناس اساسا ما نفضل لك. فلو ما اشتركش يشترك وروق عليا كده. وانا مش عامل لايك اعمل لايك. على كل لون دخل ضد علاء جمال او الاء جمال، بس ما اظنش ان هي الاء، لان لو الاء مش هتوصل للرتبه دي، لان اي بنت في فيفا هي مكانها المطبخ. ما اظنش ان هي بتعرف تلعب فيفا. البنج 160. على كل لون شفتك يا فيفا، ما تداريش وما تعمليش فيها ايه، سبورت ما تدخيش ليه، هو ضدي في كل ماتش دخلته. انا هتفشخ الماتش ده يا جدعان، والله بجد ما بهزرش. شايفين البنج عامل ازاي؟ والواد عنده بنج اخضر. الواد علاء جمال ده ولا علاء جمال؟ بص 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 خرا بص خرا بص خرا بص خرا. يا الاء، لا كده انت الاء. اصل لو علاء مش هيلعب عرضيات، او هيلعب عرضيات يا مودريتش. بص احنا 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 الماتش ده نحاول نحافظ اكتر من ان احنا نلعب ونودي الكلام في ده. خد يا اسطى. على كل يا اسطى يا اختي، يا رب شيزني يكون جامد. طب ايه؟ طيب يا عمي ماشي، انا كنت عايزه اساسا هو اللي يطلعها عشان تيجي العرضيه يعني. بصراحه ما انا كده كده زنكت. طيب هنعملها هنا وندوس على تسديد. يا تياجو ودي الكلام في يا واد سيلفا، ودي الكلام يا واد سيلفا في داهيه. عاش يا ديت سيلفا، عاش. ايوه كده، عاش عاش عاش. ولع الحكه، ولع الحكه، ولا الحكايه حلوه. حوار التسديد ان انا اعمل كده ادوس على التسديد ده، من الناس كانت بتقول لي كده في الكومنتات. والله تقول لي دوس على العرضيه واعمل على التسديد. الواد بيلعب اوتو. هو الاء بتلعب اوتو؟ ايه الاء؟ ايه حكايتك؟ بعدين يعني عرضيات وقلنا ماشي، اوتو وقلنا ماشي، انما تلعبي لي اوتو ومش اوتو؟ هذا اللي واقف مش ماشي يا اختي. عليك يا الاء. الله يا شيزني، اوعى تخليه بالعرضيه يغزني. الله يا لهوي، مش وقته مش وقته مش وقت مسجات واتساب. لا مش وقته يعني، يعني ناس تفضل تسالني بقى تقول لي مين بقى دي ومش عارف. يا جدعان يا جدعان يا جدعان، ده انتوا اخواتي يا جدعان. خد يلا خد يا بلونجهام. يخرب بيت، ما ينفعش كده يا بلينجهام اللي انت بتعمله والله العظيم. بص انا بحاول، بص هلعبها يعني. بص ضحكت عليه يا لهوي. يا اختي دي العبيات، يا دي الحاجات الغلطه بنت الكلب دي. الله يا شيزني، اوعى تخليه غزني يا شيزني، اوعى تخليه غزني يا شيزني. خلاه يغزني شيزني، خلاه يغزني شيزني، خلاه يغزني شيزني. بس شيزني والله كانت حلوه والله من زعلان يا جدعان. ضيعت منه انفراد، جهرته، جابوا فيا بعرضية جهرني. يا لهوي يا لهوي. ماشي يا دنيا، ماشي ماشي. اوعى يا اوعى يا عاش يا. بص بص بلعب مهارات وانا ضايع يا اسطى. يا بلينجهام ما تنرفزنيش ولا يا ميسي. يا لهوي، بعمل المهارة بتتعمل بعد 6 سنين، بعمل المهارة بتتعمل بعد
يا عمي الحمد لله، ده زمانه بيسب دي للحكم، ده في الحركه اللي حصلت اللي فاتت دي زمانه بيشخر للحكم. وبص سب الاي اي سبورت، وبص هتلاقوه خد بلوك دلوقتي عشان من كتر الشتائم اللي شتمها للشركه. الشركه هتعرف وهتشتمه. يا جدعان انا والله عايز الماتش ده العبه، اللي هو ايه يا ربي، بس الواد شيزني بصراحه عجبني والله، صد كورتين كده انا متوقعتش ان هم يتصدوا. يعني لعيبه التوتي واخده حاجه اسمها باف. باف يعني ايه؟ يعني هم عشان لعيبه الحدث دي فهم شداد، عشان هم عاملينهم شداد عشان الناس تشتريهم، فبصراحه شداد. بص الواد اصلا محسه مشغل اوتو او حاجه. يعني ايه ده؟ بصوا، لا طلع مش مشغل اوتو. ماشي يا علاء، ماشي يا عم علاء. طلعت ميسي ونزلت مين يا اسطى؟ نزلت برادس. برادس ده نوع جبنه يا اسطى، ولا برادايسست، ولا مش عارف، ما اعرفش. ممكن يكون لعيب كبير اساسا، وانا اللي بياع جبنه. ف خلص ياد خلص، حرام والله العظيم، والله العظيم حرام حرام حرام. كان بلينجهام هيسكحها، بس الفكره كلها في البنج. انا الله يا مرابط، الله يا امرابط يا اختي. بس اكتر ناس بتتفرج عليا من مصر، بعديها الجزائر، بجد احلى ناس اهل الجزائر والله العظيم، وبعديهم المغرب. يعني انا مبسوط فشخ ان ليا ناس بتتابعني من المغرب. يعني طبعا الناس اللي بتتابعني من المغرب دي، فاهم اللي هو ايه، اغلبهم مش عامل اشتراكات، مش عارف ليه والله. ولا إيه. سووا اشتراك، هم بيقولوا سووا بالمغربي، ان اصل المغربي كده ممكن تكون لهجة غريبة شوية، فاهم؟ او علاش ما تسووا اشتراك، هم بيتكلموا كده صح؟ اخواتنا المغاربه والله العظيم، انا مش قصدي حاجه، انا بحب اللهجه اساسا المغربيه، وكنت بحب كلمه بزاف. يعني انا بدي اشتراكات بزاف كتيره، بزاف بدي اشتراكات كتيره قوي بزاف. فبالله عليكم يعني روقوا عليا. يا جدع يا جدع يا جدع، شاد يا تياجو. طب امسك يا جدعان، والله العظيم البنج بايظ، ما تفتكروش انا مش بعرف العب والله العظيم. انما بجد البنج مش مساعدني خالص ان انا اعمل اي حاجه. يعني بص انا بحاول احافظ على الكوره، يعني بلغه العصر بحاول اضيع وقت. فعلا انا جبت الهدف الاولاني عرضيه، الحمد لله ان هو جه عرضيه، لان الواد يستاهل اصلا الفوز. بس كويس الماتش خلص تعادل، يعني هو الحمد لله ان هو خلص تعادل. تعالوا عايزين نبص على السوق مع بعضينا، بس نبص مع السوق مع بعضينا دلوقتي. سلم على اللعيبه، سلم على اللعيبه، سلم على علاء، سلام يا علاء او الاء. تسلم لي، كان ماتش زي الخرا، اتمنى ما كرروش تاني. وانا يا علاء او يا الاء، لو كنت النت كويس كان زماني زعلتك او زعلتك وما مسيتش عليكم، ولا كان حد عارف يعني، فاهم؟ ولا كان حد عارف يشوفكم خالص. بس يا جدعان لو جينا للحق، الواد شيزني من قوته بطل يغزني، ده جامد. شيزني بصراحة كارت حلو، كارت فشيخ. تعالوا نبص كده على اسعار اللعيبة في السوق عشان اتابع معاكم برضو كده. في لعيبة احنا حطينا في المراقبة، اوف رخصوا قوي يا جدعان. انتوا عارفين دول رخصوا من امتى؟ انا الحمد لله انا نزلت الفيديو وقلت لكم ان هم اللعيبه دي كلها ترخص. عارفين اللعيبه دي كلها رخصت امتى؟ رخصت لما الناس كلها عرفت ان هي هتجيبها. لما الناس كلها عرفت ان هي هتجيبها راح كله باع، كله باعني، بقيت لوحدي دنيا عايش. الله الله، انزل انت، انا عايزك تنزل انت عشان حاطط عيني عليك يا برنس، يا تجيل انت، حاطط عيني عليك. وريني كده انت التاني. فودن، اوه اي لاف يو فودن، اي لاف يو فانيستر روي. يا جدعان طبعا ما بتطلعليش اللعيبه دي بجد والله العظيم. يا جدعان مش عارف في ايه، مش عارف في ايه بجد. روني نزل 91 مليون. فينيسيوس جونيور، اوه كارت من ضمن الكروت اللي انت تجيبه وانت مرتاح والله العظيم. بس لو خيرتني بينه وبين سن، انا ممكن اختار لك سن، عشان بس ده هيحنكش اكتر. بس سن برضه مش هيمنعك من التحكيش، بس ده هيحنكش اكتر، فهات سن. ماني، اوه الكارت اللي انا بحس لما اجيبه البدني بتاعه هيبقى يعني جمدان قوي بصراحه. صلاح نظامك زي ما هو، صلاح عشان مطلوب واحنا في سيلفر عربي، فاغلب الناس عايزه صلاح اصلا، حتى لو سيلفر اجنبي هتلاقي اغلب الناس عايزه صلاح. بنزيمة، كريم بنزيمة، ماشي 94 مليون. انا بفكر اشتري لاعب والله العظيم واعمل بيه فيديو، بس مش عارف. قولوا لي اشتري مين؟ مالديني، اشتري مالديني. سيدورف، انا نفسي ان انت ترخص يا سيدورف والله العظيم، واجيبك يا اسطى، ارخص بس وهجيبك. خلاص يا جدعان نقفل على كده. وشيزني بصراحه ما كانش بيغزني، كان جامد، كان جامد بفتكه، كان لعيب، كان حلو قوي بصراحه، ادى معايا بشكل مبالغ فيه، يعني ادى معايا بشكل حلو قوي 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 قوي. طيب دي تشكيله المان سيتي، تشكيله المان سيتي اللذيذه بتاعتنا. ما فيهاش، ما فهمش حد غير دي بروين وهالاند،
عشان انا بعشق حاجه اسمها هالاند اصلا. بس لو ينزل له كارت التيميت، يعني انت تتوقع مين الالتيميت اللي هينزل؟ يا رب ينزل لصلاح وينزل لهالاند، ساعتها انا هجيب الاثنين. ليه بلعب المهمات دي قدامكم؟ عشان خاطر الناس اللي تاخد بالها ان هي بتتلعب مرتين، لان انا الكلام ده ما قلتوش في الفيديو. بس ما اظنش ان انتم محتاجين تعرفوا مني معلومه زي كده، اكيد الناس كلها عرفت دلوقتي. بس يعني انا حبيت اقول للناس اللي هي في الكومنتات قالت لي انا اتصدمت وكده ان المهمات ما تتعملش مرتين. السلام عليكم يا جدعان.